بورورم، شغلتك على المدفع بورورم يا عسكري. أنا الشاويش عطية، حالة كوميدية خاصة، ضحكت ملايين الناس، لكن بكاني حبيب الملايين. أنا رياض الأصبجي، ممثل مصري معروف بالشاويش عطية، وبرغم قساوة ملامحي إلا إن كنت أطيب قلب ممكن تقابله، وكان ليا كاريزما وكاركتر ما اتكررتش من بعدي. اتولدت في سوهاج سنة 1903، وما كانش التمثيل في دماغي لأنه كنت عارف إنه صعب أوصل، بس كنت بتمنى أشتغل ممثل. سافرت القاهرة واشتغلت في السكة الحديد كومساك، وكنت بتدرب ملاكمة في نادي مختار. الصدفة لعبت دورها في دخولي عالم السينما، لأن مرة كنت بلعب بوكس وشافني المخرج توجو مزراحي اللي كان بيصور مشاهد من فيلم العالي الكسار وقتها في النادي، فناداني قال لي خد يا رياض، وسألني انت بتحب السيما والتمثيل، قلت له طبعا انا نفسي امثل، فطلب مني اعمل دور ملاكم في فيلم عالي الكسار، سلفني 3 جنيه، ومن اليوم ده اتغير مجرى حياتي تماما، لان انسحبت للتمثيل واشتركت في فرقة تمثيل جورج ابيض، واشتركت كمان في فرقة صديقي عالي الكسار، وقدمت استقالتي من السكة الحديد واتفرغت للتمثيل. وباب الأضواء بقى الحقيقي اتفتح ليا في السينما لما عملت الثنائية الرائعة مع إسماعيل ياسين، وكنت قايم بدور الشاويش عطية في أفلام كتير مشتركة معاه، وكانت سلسلة أفلام خالدة في ذاكرة السينما المصرية، وكان فيها قفشات كوميدية لحد دلوقتي الناس فاكراها، وبرغم إنهم ممكن يتفرجوا عليها أكتر من مرة، لكن كل مرة بيضحكوا أكتر. لكن للأسف في سنة 1959 توقف النجاح والتألق اللي كنت فيه، وتوقفت مسيرتي في الفن، لأني كنت بصور فيلم أبو أحمد مع فريد شوقي، والتصوير كان في البحر في عز الشتاء، أصبت بوعكة صحية شديدة، وفضلت فترة طويلة بعيد عن الأضواء بقى بسبب مرة تصلب الشرايين، وانهارت نفسيتي جدا من بعد ما كنت بعبع السينما زي ما كانوا بيطلقوا علي علشان ضخامة جسمي، وبقيت هزيل مش قادر حتى أقف لأني جالي شلل نصف. كان في فنانين كتير عندهم أصل وقفوا معايا في محنتي وما نسيوش الشاويش عطية، من ضمنهم الفنان فريد شوقي اللي كان دايما بيسأل عليا ويزورني. أنا صحيح المرض كسر ظهري وأكل جسمي، لكن اللي كسر نفسي أكتر من المرض هو صديق النجاح إسماعيل ياسين. تخيلوا إنه ما سألش عني ولا مرة، ولا مرة في مرضي جه يزورني، يا خسارة سمعة. وفي مرة بكيت لما الفنان فريد شوقي سألني عليه، بحكم إننا يعني كنا ثنائي رائع، وصعبت عليا نفسي منه لما توفيت حتى ما كلفش خاطره إنه يجي يعزي فيا، ولأني كنت برفض أي مساعدات مادية لأن نفسي كانت عزيزة قوي. في أبريل سنة 1962 كان المخرج حسن الإمام بيصور فيلم الخطايا، وكنت بتمثل للشفاء، وعلشان المخرج حسن الإمام يرفع من روحي المعنوية ادالي دور مناسب، ودخلت البلاتو وبدأت في تصوير أول مشهد، لكني وقعت فجأة وصعبت عليا نفسي وفضلت عيط، ودي كانت آخر مرة أواجه الكاميرا وأدخل البلاتو. وبعد سنة من الواقعة دي لفظت أنفاسي الأخيرة في 23 أبريل سنة 1963 وأنا عندي 60 سنة، والحمد لله أن ربنا رحمني من ضعفي وقلة حيلتي وعجزي. لو في يوم ضحكتوا بسببي ياريت تدعولي بالرحمة.